السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد يا برج السرطان. القراءه دي قراءه مفتوحه وفنجانك هيدل على التبشرات بتاعتك وعلى اللي عندك اليومين دول. ان شاء الله باذن الله كل اللي هيكون عندك يا برج السرطان فرج وتفاؤل ومواضيع جديده وحياه جديده تطول، او الفتره دي يعني هتكون من اكتر الفترات اللي انت فيها انتظار. بس عايزه اقول لك على حاجه وخدها مني ثقه، انت عندك سفر مفاجئ بفرحه، او يعني في سفر هيكون فيه خير ليك او هيكون فيه استكرام. انزل باللايك وبالتعليق ونشوف فنجانك هيقول لك ايه الفتره دي. يلا بينا يا برج الاسد. بسم الله ما شاء الله. برج الاسد عنده، ما هو يا برج الاسد، ما انا زي ما قلت لك فتاه الاسد. افرحي فتاه الاسد، هتبقي عروسه ان شاء الله باذن الله وهتبقي زي القمر، او عندك تحسين في علاقاتك العاطفيه او حب جديد، الله اعلم. عندك علاقة جديدة، في عندك لبس فستان، لا اما تلبسي فستان فرحك خطوبتك، لا اما تلبسي فستان عندك بمناسبة حلوة جدا في بيتك، الله اعلم. بس انت عندك لبس فستان يا فتاة الاسد. بسم الله ما شاء الله. برج الاسد، برج الاسد انت ليه دايما حاسس ان انت مهموم؟ ليه دايما حاسس بالكآبة وبالحزن؟ ليه كل ما تطلع من هم تقع في حفرة؟ ليه يا برج الاسد؟ رغم ان انت بسيط، رغم ان انت طيب جدا، وطيبة قلبك هي اللي موقعاك في مشاكل وعاملة لك مشاكل كتير ورقة ودوشة في حياتك. فتاة الاسد، فتاة الاسد انت محسودة من طوب الارض. فتاة الاسد بسبب اناقتك وجمالك وحبك للحياة محسودة من طوب الارض، وانت اللي جايبة الحسد لنفسك. اناقتك ورشاقتك وجمالك لما بتمشي على الارض ده بتخلي كل الناس تحسدك. الناس لما بتشوفك بشوشة وبتضحكي وبتهزري صدقيني بيحسدوك على لبسك، على جمالك، على خفة دمك، رغم ان انت جواكي وجوه قلبك العكس تماما. بس دايما بتحبي تبيني ان انت بتضحكي، ان انت بتداري وجعك وبتداري حزنك، بس ده مش مع كل الناس. مش كل الناس اللي تداري معاها وجعك، كل الناس بتحسدك على ابسط اي حاجة في حياتك. اقرب الناس ليكي يا فتاة الاسد او راجل الاسد اتخذلتوا منهم، الناس اللي كنتوا فاكرينهم حبايبكم وروح قلبكم هم اللي اتطعنتوا منهم، هم اللي غدروا بيكم. من بعض برج الاسد متسرعين، بيتسرعوا في حكم على الناس، او حياتهم متلخبطه. عندك يا راجل الاسد عنده علاقه ثالثه، راجل الاسد في ده علاقه ثالثه. العلاقة التالتة دي علاقة مش كويسة، احذر منها، عايزة تخرب بيتك، احذر من العلاقة اللي مش كويسة. دايما يا برج الاسد بتدور على السعادة وعلى الراحة اللي تلاقي فيها، على المكان اللي بتلاقي فيه سعادتك، وانت لحد الان مش لاقيه، وعشان كده بتركض في الحياة ركض. بتركض ركض، عايش في دوامة وعايش في حيرة، عايش في حرب مع نفسك. يعني لو مش مع البشر فهو مع نفسك، ما عندكش حاجة بتكمل خالص. ليه يا برج الاسد؟ رغم ان انت بسيط، رغم ان انت طموحاتك قليلة، هو بس طموحك او هدفك في الحياة ان انت تعيش في سلامة. خسرت فلوس كتير على نسوان، خسرت فلوس كتير على نسوان او على مشروع خسرته، او فلوسك اتسرقت، الله اعلم. في نفس الوقت انت هنا عايز تحقق هدف وعايز تبني مشروع وعايز تعمر بيت او عايز تشتري عربية، الله اعلم. بعض مواليد برج الاسد عندهم حد توفى او حصل عندهم اجهاض، الله اعلم. من كتر الخزلان والصدمات اللي انت عشتها بقيت تقطع علاقاتك من اقرب الناس ليك، عشان مبقتش مستحمل حد يطعنك تاني. وثقت في ناس انت ما يستهلوش ثقتك، وثقت في ناس كانوا دايما عايزين يخربوا بيتك وعايزين يعملوا لك مشاكل. في عز خنقتك وفي عز تعبك ما لقيتش حد جنبك، ولقيتهم ما لقيتش السند اللي هم يسندوك. من فتره فاتت دقيت باب والباب اتقفل في وشك، بس ما تقلقش هيرجع يتفتح تاني عشان حان وقته باذن الله. عندك تعويض من عند ربنا يا برج الاسد. بس قول لي يا برج الاسد، مين الابراج اللي انت بتحاول تقطع علاقتك بيهم؟ مين الابراج اللي انت بتحاول تقطع علاقتك بيهم؟ مين الاشخاص اللي عاملين لك توتر وعاملين لك حيره في حياتك؟ بس رغم ان هم عاملين لك حيره وتوتر، بس رغم ان انت بتحبهم، عشان اقول لك يعني انت بتحب اللي يجيب، بيحب اللي يديك فوق دماغك.
بتحب الناس كلها، بس في وقت بتحب ناس كده معينة مش بتأذيك، بس بتبقى مغلوب على أمرك إن أنت تحبه. الدوامة دي هتطلع منها، أنت منتظر حاجة معينة تحصل في حياتك، منتظر فرحة، منتظر انتصار، الله أعلم. زي ما قلت لك، أنت دايما هنا بتدور على الجزء اللي تلاقي فيه الأمان والراحة والسعادة. من كتر ما أنت عشت بتجارب سيئة في حياتك، بقيت تتخدع في أقرب الناس ليك، وبقيت ويعني خاب ظنك مع بعض الناس كتير جدا يا برج الأسد. ظنك خاب كتير جدا مع أقرب الناس ليك. ليه؟ بسبب إن أنت ما كنتش عايش في سلام، بسبب إن أنت بقيت تدخل ناس في حياتك ما يستاهلوش، وندمت إن أنت دخلتهم، وندمت إن أنت عشرت ناس ما كانوش يستاهلوا العشرة في حياتك. برج الأسد من فتاة الأسد أو راجل الأسد من الشخصيات اللي هم بيربطوا الأحداث كلها اللي بتحصل ببعض، وبيطلعوا نتيجة رهيبة، وبيحللوا الشخصيات ومن الكلام. يعني لما تكون بتتكلم مع برج الأسد تحذر وتخلي بالك، لغة عيونك، لغة شفايفك، حركاتك، ده كله برج الأسد بيفهمه جدا، وبيقدر يبني عليه حاجات كتيرة جدا بعد كده. عندك مشكلة ملخبطة حياتك، حاول تحلها، وحاول تاخد القرار الصح. الكلام ده اللي انت بتفكر فيه حقيقي. شوف انت بتفكر في ايه، اقدر اقولك انه اللي انت بتفكر فيه حقيقي. موضوع القلق والحيرة ده صدقني هتتخلص منه، وهيبقى عندك فرج بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. طيب، الهمين اللي انت محتار بينهم ومش عارف تختار ايه، يا هل ترى هتحلهم امتى؟ يا هل ترى هتاخد القرار امتى؟ يا هل ترى ناوي تعمل ايه؟ حاول تفكر صح. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الأسد، أقرب الناس ليك مركزين على حياتك، مركزين على هدفك، مركزين على أموالك، مركزين على أي حاجة في بيتك. خلي بالك، خلي بالك، أقرب الناس ليك هم بيحوموا حواليك بقالهم مدة كبيرة عشان خاطر يخضروا بيك. أقرب الناس ليك، خلي بالك واحذر منهم. عندك بشرة صار، لإما عندك سفر قريب، أو أنت منتظر تغيير جذري، أو عندك مفاجأة حلوة جدا. المهم إن الشهر ده هتطلع منه بسعادة وبرزة. عندك ورق في المحكمة هيخلص، أو عندك أمور ترقية أو وظيفة جديدة، الله أعلم. بس أحب أقولك إن أنت عندك تيسير في الأمور في حياتك، وهتتحسن الأوضاع بكل الأشكال في الفترة اللي جاية. انتظر الخير بس، انتظر الخير دايما، تفائل انه بكرة هيكون احلى ليك يا برج الاسد. طيب، الاعراض اللي انت بتحسها بالتكتف، وجع في الظهر، وجع في الكتف، الم، امور معاكسة لحياتك، الامور دي اخرتها ايه يا برج الاسد؟ هتتحل ولا ما هتتحلش؟ هتطلع من طاقة السحر اللي عاملها لك الست الخبيثة اللي في علاقة تالتة ولا لا؟ احب اقولك ان انت هتطلع. حاسس انه مفيش توفيق في حياتك؟ لا، انت كده غلطان، انت عندك توفيق حلو جدا، وربك هيعوضك عشان خاطر انت اتظلمت، انت اتظلمت. عندك ناس حواليك يعني هم في قلبهم حقد وغل عليك، ايه، احذر منهم، نكرين الجميل، ناس مش كويسة خالص. طيب، قول لي يا برج الاسد، اللي مزعلك هو ان عمرك ضاع وايامك راحت على اشخاص ما يستهلوش محبتك ولا حنانك ولا اخلاصك، ولا ان انت وثقت في ناس وطلعوا ما يستاهلوش؟ دايما كنت جدع مع كل الناس، واقرب الناس اللي انت كنت جدع معاهم هم اللي خذلوك، وهم اللي ردوا لك حاجات مش كويسة. ما تزعلش على طيبة قلبك يا برج الاسد، وعلى معدنك النظيف واصلك، ده اصلك انت بترد عليهم باصلك. طيب، انت مريت بمرحلة صعبة جدا، واخترت طريق مسدود، وبالرغم من كده ربك موجود معاك في كل البيبان وفي كل الطرق. الفترة اللي جاية دي هتغير لك حياتك تغيير جذري، هتعيش أحلى أيام حياتك، وهتحس بالوجوه الجديدة اللي هتدخل حياتك. عندك فلوس جايالك، وعندك رزق بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. حاول ان انت دايما تخلي بالك وتكون حذر جدا جدا جدا. في ناس عندك قريبين منك بيكرهوك وبيراقبوك، ودايما عايزين يوقعوك في شر أعمالهم، عايزين يشيلوا النعمة اللي عليك. بتحلم بكوابيس مزعجة، عندك صداع في راسك، عندك ألم في المفاصل. خد حذرك من بعض الناس اللي هم عاملين زي التعابين على هيئة بشر،
على هيئة بشر يا برج الأسد. طيب برج الأسد، انت بتعاني من الحسد الشديد والسحر، عامل لك ألم في الركبة وصداع مستمر، الفلوس اللي بتدخل بيتك بتطلع من غير اي طريق، ما بتعرفش تدخل ازاي وبتطلع ازاي، من وقت للتاني بتحس بضيق وخنقه ونغزه في قلبك وفي صدرك. عندك سرحان غير طبيعي، عندك مشاكل في القولون، مشاكل في المعده، حاول تاخد علاجك في وقته، حاول تزور الطبيب، ما تستناش حاجه من حد، ما تستناش حاجه من حد، لو كل البيبان اتقفلت في وشك فتره صدقني هترجع تتفتح تاني في الوقت اللي ربك يريد بيه، بس انت دايما تتفائل زي ما قلت لك اهو، انت ماشي في طريق وربك هيكرمك وهيفتح لك كل البيبان عشان انت تستاهل كل خير. طيب انت ناوي على ايه يا برج الاسد؟ ناوي على ايه شهر يوليو؟ ناوي تغير سكنك ولا ناوي تعمل مشروع جديد ولا ناوي تشتري العربية اللي انت نفسك فيها ولا ناوي ان انت تسافر بره عشان تبني مستقبلك وتحسن حالك؟ الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق خير، كمل زي ما انت ماشي، كمل زي ما انت ماشي، بلاش تقول الدنيا مقفولة في وشي، بلاش تقول الدنيا مقفولة في وشي وتشكي كتير، لا الدنيا هتتفتح كتير، عندك رزق جايلك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. فتاة الأسد، فتاة الأسد احذري، انت اتطعنتي كتير جدا واتغدرتي، بلاش تحكي عن حياتك، بلاش تبيني احلى ما عندك رغم ان انت عندك مشاكل كتير. شايله حمل من صغر سنك، فتاة الحمل شايله سن، شايله حمل من صغر سنك، عندك حد الفتره اللي فاتت طعنك، كنت اتعرفتي على شريك غدر بيكي، عرفت حد على السوشيال ميديا طعنك، الله اعلم، بس انت اتظلمتي يا فتاة الاسد. دايما ربنا عالم بالحال بتاعكم من فتاة الأسد أو راجل الأسد، كل الهموم اللي حصلت عندكم صدقوني ربنا قادر على كل شيء. بص يا برج الأسد، انت هنا عندك انطلاقة جديدة، عندك انطلاقة جديدة، رغم ان انت اطعنت من حد من لحمك ودمك، اطعنت من حد من لحمك ودمك، طيبة قلبك وحنية قلبك ودايما بتعمل الخير مع كل الناس وبتبقى عايز تساعد اي حد وبتقف مع اي حد وما بتستخسرش حاجة مع حد واللي في ايدك مش ليك، ويعني بتعمل حاجات كتيرة جدا حلوة، بس لما وقعت صدقني ما كانش في حد جنبك. صلى على الحبيب يا برج الاسد. انت هنا عندك حب جديد يا برج الاسد، انت عندك حب جديد، بلاش تدي حد اكبر من حقه، قلبك بدأ ينزف من كتر الوجع يا برج الأسد، الدنيا بدأت تتغير معاك، الدنيا بدأت تتغير معاك، اللي راح ما بتعرفش ترجعه، اللي راح ما تعرفش ترجعه، ارمي لملم أوجاعك وارميها ورا ظهرك، لملم أوجاعك وارميها ورا ظهرك، الدنيا هتتغير معاك وعندك تغيير جذري في حياتك، أقرب الناس ليك دول هم اللي هيغدروا بيك الفترة اللي جاية، بلاش تتكل عليهم في اي حاجة. طيب انت ليه نفسيتك تعبانة وحاسس ان انت لما بتتكلم مع حد الحد ده بيديك طاقة سلبية؟ عندك حد بحرف الالف، مين اللي بحرف الالف؟ انت حصل عندك اجهاض يا برج الاسد او مستني خبر حمل، الله اعلم، الله اعلم، من كتر الضغوط اللي عليك ما بقتش فاهم حياتك ولا فاهم انت عايز ايه ولا فاهم انت نفسك تعمل ايه. الخنقه اللي عندك دول، الخنقه اللي عندك دي حاول تطلع منها، حاول تطلع منها. عندك تفكير زياده عن اللزوم يا برج الاسد، عندك تفكير زياده عن اللزوم. انا شايفه لك كمان انه حزنك بدأ يسيطر عليك، حزنك بدأ يسيطر عليك، لأ يا برج الأسد، لأ أنا مش عايزالك الحزن يسيطر عليك ولا عايزة الطاقة السلبية هي اللي تسيطر عليك، لأ، مع رغم إنه في ناس كتيرة جدا مش كويسين حواليك وناس كتيرة جدا عايزة سقوطك وعايزة توقعك، بس لأ، لأ أنا عايزة الطاقة الإيجابية هي اللي تسيطر على حياتك وتبص إن بكرة فيه خير، السحر اللي معمول لك ده من واحدة ست سحر مشروب انت شاربه يا برج الاسد،
على القناة موجود فيديو لعلاج السحر والأعراض، يا ريت تسمعوه وتمشوا بالوصفات اللي عليه. عندك حد بيراقبك يا برج الأسد، انت واقف ومتهيئ لك انه في حاجة جاية لك فيها خير. بالفعل انت واقف فعلا، وفعلا في حاجة عندك خير، عندك ورقة ترقية، شغل جديد، فلوس جاية، الله أعلم، بس انت عندك حاجة حلوة جدا وعندك فرج من بعد هم. يعني انت بقيت مهموم الفترة اللي فاتت، بس انت يعني حاول ان انت تبعد عن الحزن والتعب اللي انت فيه، التكتف اللي انت فيه ده والأمور المزعجة اللي انت حاسسها. لأ لأ يا برج الأسد، أنا انت عندك حاجات كتيرة جدا حلوة، بسم الله ما شاء الله. الناس اللي هم مسجونين عندكم، او الناس اللي هم حد عندك عزيز على قلبك مسجون او في خنقة او في ضيقة، صدقني هتبان براءته وهتبان ان التهمة كانت بطلة، وربك هيفرج همك وهيبقى عندك نعمة جديدة جدا في حياتك. زي ما قلت لك يا برج الأسد، من دمك ولحمك هم اللي عملوا لك السحر. طيب انت زعلان على مين؟ زعلان على مين يا برج الأسد؟ وحزين ليه كده؟ ليه حزين قوي هنا؟ رغم ان انا شايفة لك انطلاقات حلوة، وفي حد بيدعي لك وبيحبك جنبك، يعني امك، حد اقرب الناس ليك. ابعد عن الناس اللي بيتراقبك، والشخص اللي عايز يكلمك ويعتذر منك لأ، وبتقبلي الاعتذار. الفترة دي انتوا عايزين توصلوا لحاجة، والحاجة اللي عايزين توصلوها دي هتكون خير ليكم. في حد انتوا بتدعوا عليه لانه هو ظلمكم وكسر بقلبكم في مرة من في فترة من الفترات، لكن انتوا طاقتكم روحانية وفيها حاجات كتيرة جدا ايجابية. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم نصرة حلوة، وهيكون وراها انفراجات، في خبر هيفرحكم وهيخلي عندكم شهرة، نجاح، تقدم، ازدهار، حلو، حاجة حلوة جدا. في مشروع انتوا بتفكروا في مشروع جديد او فرصة جديدة او في ابداع على حياتكم. اي نعم انتوا حاليا مش قادرين ترتاحوا شوية من كتر التفكير اللي عليكم، لكن في امر متعلق باشتياق ولهفة ليكم، في تواصل مع حد الفترة دي، وهتبقوا مستنيين التواصل ده من زمان. في اعجاب وفي تبادل او في ظهور شخص ليكم، وهيبقى في كلام رومانسي وفي حياة من الحب. انتوا هنا مستنيين اي حاجة تفرحكم، مستنيين اي حاجة تديكم طاقة ايجابية، في هدية من حد، او انتوا مستنيين هدية من حد، في موضوع هدايا عندكم الفترة دي، او انتوا جات لكم هدية بسطتكم قوي. كمان في مكالمة غايب عندكم، او في حد هيكلمكم، لان انتوا في خطوة هتاخدوها الفترة دي، وزي ما قلت في خطوبة هتتم او حاجة بمنصب حلو. كمان انتوا هنا على يقين ان في نهاية انتوا هترتاحوا منها قريب جدا جدا، هتمشي كل حاجة زي ما انتوا عايزين. اولا انقلاب السحر على الساحر، ودي هتكون خطوة ليكم جديدة، لان هيكون في عتبة هتتغير براحة. في خسارة كمان لحد عندكم، او في حد هيخسر وهترتاح. مش انتوا ما بتحبوش الشماتة، بس لكن هتعرفوا ان ربنا كان كريم عليكم. طيب انتوا تعشمتوا في حد، والحد اللي تعشمتوا فيه ده ظلمكم قوي، وزعلتوا في يوم من الايام اني تعشمتوا في يوم من الايام عشم زيادة وزعلتوا نفسيا، فياريت اعصابكم تكون هادية. العلاقة اللي بينكم ما بين حد وفي خلافات ومشاكل وزعل، العلاقة هترجع من تاني، وهيبقى فيه امور حلوة جدا جدا، لان حياتكم هيبقى فيها تحسن. كمان انتوا وقفتوا باب ان حد يدخل في حياتكم تاني، وباب حد يعني يفتح معاكم مواضيع وحد يتكلم معاكم، خلاص بدأتوا تحسوا ان انتوا متراقبين، وعشان انتوا حاسين ان انتوا متراقبين بدأتوا تنفروا، ما بقيتوش تعدوا،
ما بقيتوش تتكلموا، بدأتوا تخبوا، بدأتوا تداروا، بدأتوا تبعدوا عن أي حد ممكن يفكر في يوم من الأيام يأذيكم. فالوضع اللي انتوا فيه بسم الله ما شاء الله عليكم في تحسن وفي ازدهار وفي ثقة بالنفس، والثقة اللي بالنفس دي خير ليكم وازدهار نفسي وجسدي وراحة حلوة. فكمان معلوماتكم اللي في دماغكم اللي عمالة تشتغل ليكم دي بتوديكم لبر جديد، بس اهدوا شوية عن التفكير، التفكير الزايد بيخلي حياتكم تعبانة شوية. وعشان كده انتوا الوضع اللي انتوا فيه دايما اقول ان هو وضع حساس، وضع فيه لخبطة، وضع فيه عدم استقرار بحياتكم النفسية والجسدية، بس ما تعرفوش ان يعني انتوا عارفين ومتأكدين ان كل نهاية بتبقى بداية لحاجة تانية، بتبقى بداية لطاقة جديدة، لأمور مختلفة، لأمور مستجدة على جميع الأوضاع بتاعتكم. فدايما أقول أعصابكم طول ما هي هادية طول ما هيبقى فيه خير ليكم والإزدهار. انتوا رميتوا وطول ما رميتوا حياتكم هيبقى فيه خير خلال كام يوم بالظبط. هيبقى فيه خبرين، الخبرين متعلقين بأمور مستجدة ليكم، لأن عندكم حق هيرجع الفترة دي، والحق اللي هيرجع ده بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون حق حلو قوي ليكم، وهيكون أخبار وانطلاقة جديدة متعلقة بالأوضاع بتاعتكم. ابعد عن الشخص اللي عايز يكلمك، عايز يسقطك، اللي انت فاكره ان هو نفسك ان انت نفسك يرجع لك ويكلمك، لا. من كتر ما انت بتفكر في الموضوع هتدخل في مرحلة كآبة. لا يا برج الاسد، لا، انت عندك تعارف على حد جديد، الشخص اللي عايز يكلمك ده ما تقبلش اعتذاره، ما تقبلش المكالمة بتاعته عشان خاطر هيسيبك تاني وهيغدر بيك تاني. طيب خلال شهر يوليو انت عندك كذا حاجة حلوة هتحصل لك، عندك كذا حاجة حلوة جدا هتحصل لك، بس الحيرة او الهمين اللي انت شايلهم دول حاول تحلهم، حاول تاخد القرار اللي نفسك تاخده، حاول تاخد القرار اللي انت نفسك تاخده. دايما كل ما بتاخد قرار بتلاقي حد بيرجعك فيه، بتلاقي حد بيرجعك في القرار اللي انت لازم تاخده. الهمين اللي عندك حاول ان انت تحلهم، حاول ان انت تدور على الجزء اللي فيه امان وفيه سعادة وفيه راحة، حاول ان انت تعمل حاجة انت بتحبها، ابعد عن كل الحزن والخوف واهتم بنفسك. انت فقدت ان انت بدأت ان انت ما بتهتمش بنفسك ولا بأي حاجة، وبقيت تحلم بكوابيس مزعجة. لا يا برج الأسد، حاول ان انت تثق في الله، تصلي وتقرب من ربنا، وتدخل على القناة وتشوف الفيديو. لو عندك الأعراض دي لازم تختار وصفة من الوصفات اللي انا نزلتهم عشان خاطر تعالج السحر والعين والحسد. حاول تهدي اعصابك، عندك امور حلوه جدا، عندك خير ورزق وتفاؤل وفرحه من بعد تعب. اتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل وكل ما هو جميل من اجل عيون برج الاسد. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني باللايك وبالتعليق تصلوا فيه على الحبيب، ولو اي حاجه عايزينها تقدروا تكتبها لي في الكومنتات.